في فيديو اليوم باش نوريكم كيفاش تستعملوا الاس جي 90 سيرفو موتور هذايا مع الاردوينو. اول حاجه باش نتعرفوا عليه مناش يتكون كيفاش يخدم، وبعد باش نكتبوا بروغرام صغير باش نتحكموا في البوزيسيون تاعه. الاس جي 90 سيرفو موتور هو اكسيونور فيه براد دور تقريبا من زيرو حتى 180 دوغري. نجمو نستعملوه باش نتحكمو في الديريكسيون تاع ار سي كار، ار سي بلين. نجمو نستعملوه باش نعملو برا مانيبيلاتور، سبايدر روبوت وبرشا بروجيات اخرين. وسط السيرفو نلقو انغريناج باش يزيدلنا في الكوبل متاع الموتور، ملوطا سيركوي دو كونترول، وبوتونسيومتر صغير مربوط بالاربر دو سورتي باش يعطينا فيدباك على البوزيسيون متاعها. السيرفو هذايا يخدم في سيستم دو كونترول اون بوكل فيرمي، يقارن الفيدباك متاع البوتونسيومتر مع السينيال دونتري، وسلون لورور الكونترولور يعدل البوزيسيون متاع البرا باش تتناسب مع البوزيسيون ديزيري. فما ثلاثة خيوط يخرجوا من السيرفو: المارون جي ان دي، الاحمر في سي سي، والاصفر ليني دو كونترول بي دبليو ام. الليني هذية باش نبعثو بها سيري دامبولسيون للسيرفو افيك اون فريكونس دو 50 هرتز. اللارجور دامبولسيون هو اللي يحدد البوزيسيون متاع السيرفو. اون امبولسيون اللارجور متاعها 1 ملي سيكون كوريسبون للبوزيسيون 0، 1.5 ملي سيكون كوريسبون للبوزيسيون 90، و 2 ملي سيكون كوريسبون للبوزيسيون 180 دوغري. عملت ريشيرش في الجوجل على السيرفو هذايا، لقيته يخدم بتونسيون بين 4.8 فولت و 6 فولت. الكورون اللي ياخذه كيف يبدا اليمونتي بال 5 فولت وحابس ماهوش يخدم ايغال 10 ملي امبير. كيف يبدا السيرفو يخدم ياخذ كورون بين 100 ملي امبير و 250 ملي امبير. الكورون ماكسيمال اللي ياخذه 360 ملي امبير، والكوبل ماكسيمال 1.7 كيلوغرام سنتيمتر. معناها ينجم يهز بوا توصل لل 1.7 كيلوغرام كيف تتحط بعيدة على السنتر دو روتاسيون متاع الاربر ب 1 سنتيمتر. عملت تيست للسيرفو متاعي، حبيت نشوفه اسكو ينجم يهز 1.7 كيلوغرام ولا لا. عطيته اليمونتاسيون اكسترن 5 فولت، اما ما نجم يهز لي كان 700 غرام. ال 5 فولت متاع الاردوينو اونو تخرج لنا ابوبري 450 ملي امبير كيف تبدا اليمونتي من البور يو اس بي. نجمو نخدمو بها السيرفو باش نتستوه، والا باش نستعملوه في بروجي ما يطلبش كوبل قوي. اما كيف نحب نخدم اكثر من سيرفو موتور مع الاردوينو، والا بروجي يستحق سيرفو باش يهزلنا شارج كبير، نولو نستعملو اليمونتاسيون اكسترن نخدمو بها السيرفو باش نتجنبو البيك دو كورون اللي يعمل ريسيت للاردوينو ويخليها تخدم بطريقه متقطعه والياتوار. تويكا خلينا نتعلمو كيفاش نتحكمو في السيرفو متاعنا بالاردوينو. نربطو الجي ان دي بالجي ان دي، الفي سي سي بال 5 فولت متاع الاردوينو، والليني دو كونترول نربطوها مع بين تخرج لي سينيال بي دبليو ام. في البروغرام نعملو انكلود للبيبليوتيك سيرفو بون اش، نعطو اسم للسيرفو، في الفويد ستاب نحطو البين اللي استعملناها مع السيرفو، وفي الفويد لوب نحطو البوزيسيون اللي نحبو عليها. بعد ما نعملو تيليفيرسي البرا تمشي للبوزيسيون 45 دوغري. نجمو زادا نتحكمو في السيرفو بالبوتونسيومتر. نربطو البين الوسطانية متاع البوتونسيومتر بالأزيرو، نختارو واحدة من البين اللي على جنب ونربطوها بالجي ان دي، والأخرى بال 5 فولت. استعملت ال 5 فولت متاع البور اي سي اس بي خاطر ال 5 فولت متاع الاردوينو ديجا استعملتها مع السيرفو. نحلو الاردوينو اي دي او، نمشو فيشي اكزامبل سيرفو نوب، ونلقو البروغرام حاضر فيه انكلود للبيبليوتيك، عطا اسم للسيرفو، حط فاريابل للبين ازيرو وفاريابل للفالور متاع البوتونسيومتر. في الفويد ستاب استعمل البين 9 باش يتحكم في السيرفو، وفي الفويد لوب قرا الفالور متاع البوتونسيومتر، فالور بين الزيرو والالف وثلاثة وعشرين، وبعد حولها بين الزيرو والمية وثمانين باش نجمو نتحكمو بها في السيرفو. نعملو ديليفيرسي، وكل ما نحرك البوتونسيومتر السيرفو يتحرك معاه. فما كود اخر نلقوه في الاردوينو اي دي او اسمه سويب،
يخلي البوزيسيون تاع البرا تمشي وترجع بين الزيرو والسون 180 دوغري، وهذا يصير بكونتور يتحط في الفونكسيون رايت متاع السيرفو باش يبدا يعد بالواحد من الزيرو حتىش للسون 180 وبعد يهبط من السون 180 حتىش للزيرو. تويكا اللي حكيناه الكل على الاس جي 90 سيرفو موتور ينطبق على السيرفو هذايا الام جي 996 ار. السيرفو هذايا يستحق اليمونتاسيون اكسترن باش نخدموه خاطر يطلب كورون اكثر من اللي تعطيه الاردوينو. يخدم بتونسيون بين 4.8 فولت و 7.2 فولت. كيف يبدا يخدم ياخذ كورون بين 500 و 900 ملي امبير، ستال كورنت 2.5 امبير و ستال تورك 10 كيلوغرام سنتيمتر. هكا وصلنا لاخر الفيديو، ان شاء الله تكونوا تعلمتوا حاجه جديده. ما تنسوش تعملوا جيم وابوني للشين، كان ما فهمتوش حاجه اكتبوها لي لوطا في الكومنتير، وباي باي.